طيب لتطمينات أكتر عن حالة الطقس وموعد انتهاء العاصفة الترابية، طبعا أعتقد معظم الناس شعروا بيها امبارح في القاهرة والجيزة، معانا تليفونيا دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. أهلا بك دكتور أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ هشام وبالسادة صباح الخير. المشاهدين، صباح الخير. الأتربة اللي حصلت امبارح دي يا دكتور أحمد، هل انتهت بنهاية اليوم ولا مكملة معانا إن شاء الله؟ لا، هي كان وقتها بس ساعة دخول الهواء البارد، لأنه طبعا احنا مثلا احنا كنا امبارح 34، النهارده 28، في انخفاض حوالي 6 درجات، فده كان مع التدريب دي، يعني هي انتهت، لكن في نشاط ريح لكن مش ورا حد العاصفة، مع انخفاض في الحرارة اللي احنا شفناه. الانخفاض ده هيبقى بكرة في انخفاض آخر، لكن هيكون مصاحب لأمطار متوسطة على الساحل الشمالي والوجه البحري، ويكون خفيفة على القاهرة، لكن معايا نشاط الرياح ويكون بكمية أقل يعني. طب ظاهرة الأمطار اللي هي المتوقعة والرياح الخفيفة برضه مكملة ولا برضه مقتصرة على اليوم ده؟ لا، مقتصرة على اليوم اللي احنا اللي هو بتاع غدا بكرة. بكرة بعد كده الأمور هتكون عادية بقى، المعدلات هتكون أقل من اليومين دول؟ طبعا طبعا، تبدأ من يوم الثلاثاء الحرارة تبدأ توصل للمعدل الطبيعي بتاعها تدريجيا. هيكون في حدود قد إيه يا دكتور؟ يعني هي طبعا بكره المنتظر القاهره تبقى ما بين 21 22، لكن من يوم الثلاثاء توصل 25 وتبدا ترتفع تدريجيا مره ثانيه. طيب انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، كنت معنا هاتفيا.